بعد التسجيل في المنصة الرقمية المخصصة لمنحة البطالة، تستقبل الملحقة المحلية للتشغيل ببلدية البوسة طالبي المنحة وفق المواعيد المحددة مسبقا. استقبلونا وعطونا موعد على المنحة، على الكيتونس زعما باش نهزوه باش اسكو مقبول ولا ماشي مقبول، والحمد لله هزيناه وربي ان شاء الله يجيب ما اكثر منها ان شاء الله، ونشدوا منصب عمل مليح ودائم. قمنا بتسجيل في المنصة الرقمية لمنحة البطالة بعدة إجراءات، أولها تسجيل أولي، خرجنا قرار نهائي والحمد لله. وإحنا دائما كبطلين نسعى إلى إيجاد منصب دائم حتى إنسان يستقر في حياته. إحنا على مستوى الملحقة يوميا من 8 صباحا راح نخرجوا المواعيد اليومية نتاعنا، اللي يجي يتقدم مرفوق بملف، ثم إذا كان لقى أموره واضحة راح يتحصل ثم في الآنية، ثم بعد راح نمدوا له شهادة الاستفادة نتاعو. وسجلت الملحقة أكثر من 400 ملف استوفى أصحابها شروط الاستفادة من المنحة، فيما تجاوز العدد الإجمالي للملفات المقبولة بولاية ورقلة 3080 مستفيدا. وعبر 7 ملحقات محلية للتشغيل بورقلة تتواصل عملية استقبال ودراسة ملفات المسجلين الجدد في المنصة الرقمية.